الفتره دي فتره مهمه جدا للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، فتره مسانده ودعم لمستر موسيماني وايضا لاعبي النادي الاهلي. لازم كل جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا لازم تكون ذكيه خلال الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه هنسمع كتير عن مشاكل داخل الفريق، هنسمع كتير عن انتقالات لاعبين، بالرغم ان احنا مش في موسم انتقالات ولا موسم اللعيبه بتروح انديه تانية ولا لعيبه هتيجي النادي الاهلي. الفتره القادمه حوالي 5 6 ايام القادمين كلهم دعم لمستر موسيماني وايضا لاعبي النادي الاهلي. مش عايزين نطلع اللعيبه عن تركيزها باي امور اخرى، كل التركيز في ال11 يا اهلي، افريقيا يا اهلي، تقدر يا اهلي، كل الدعم للاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي الجيل الحالي قادر ان شاء الله انه يرجع بالبطوله ال11 ويسطر تاريخ كبير للجيل ده. واحنا كنا في جيلنا 2005 خدنا البطوله امام النجم الساحلي، 2006 امام صفاقس التونسي، في 2007 وصلنا للمباراه النهائيه كانت امام النجم الساحلي، لكن للاسف خسرنا المباراه بالرغم انها كانت على ملعبنا وسط جمهورنا في استاد القاهره. مباراه العرجون وكلكم عارفين الحكم الشهير وقتها واللي حصل في المباراه. للاسف الجيل بتاعنا ما كانش عنده الحظ ان احنا ممكن نقدر نحصد اللقب الافريقي لثلاث مرات متتاليه، ده انجاز كبير. لكن الجيل الحالي ان شاء الله عنده المقدره، الجيل الحالي جيل كبير، جيل عنده امكانيات كبيره، معظم لاعبي النادي الاهلي في منتخب مصر مروا بالظروف دي. ايه المشكله ان احنا نلعب في المغرب؟ عادي. دلوقتي لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات كبيره. اللعيبه دي اللي قدرت تتعادل مع الرجاء وسط جمهورها وقدرنا ان احنا نصعد بعد كده. الفرقه دي برضو اللي قدرت تتعادل مع الوداد المغربي في بطوله 2019. الفرقه دي اللي قدرت تكسب الترجي السنه اللي فاتت. فريق كبير، فريق عنده امكانيات. عندنا جهاز فني محترم، مستر موسيماني اللي بيقدر يجيد في المباريات الكبيره. نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في المباراه القادمه، يحط تشكيل مناسب، التغييرات بتاعته تكون مناسبه ويكون موفق زيه زي اللعيبه.